يعني التوليفه المناسبه ما بين اصحاب الخبره والشباب ديال الفريق، عكس ما كان يعتقد الجميع ان اليوم عندنا في المغرب الرياضي الفاسي واحد المعدل السن ديال 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 تقريبا 26 سنه. 26 سنه لان مجموعه الشباب ديال الفريق ابناء 97 98 99 96 كيشاركوا هاد الناس اللي يعني اللي عندهم تجربه كبيره واللي تكلم عليهم سي مديحي. هذه مساله جد مهمه. بالعوده الى الاداره نشكروا الناس اللي عملوا قبل، ويمكن ما كانش عندهم الامكانيات باش يعملوا. اليوم ما غنقولش كاين الامكانيات، ولكن توضع واحد مخطط العمل لمجموعه من الامور اللي يمكن نتكلموا عليها من بعد، يعني من يعني لايجاد حل للازمه. بطبيعه الحال بتدخل السيد الرئيس، لان السيد الرئيس عمل واحد العمل كبير حتى قبل ما نجي ومع السي مديحي، يعني في ايجاد حلول لمجموعه من المشاكل، لا الماليه ولا الاداريه، وبالموازاه تكون مساله تقنيه. شوف اسمح لي قطعتك سي عزيز. شوف انا نقول لك واحد القضيه بين قوسين سي عزيز. شتي من البدايه مثلا ملي كنا مثلا تنجيبوا لاعبين، ما شاء الله سي مروان تيدخل عنده اللعاب تيخرج كما تنقولوا باللغه ديال الكواريا تيخرج من السوكر صافي. ما شوف ميم با واحد 10 دقائق ربع ساعه اللعاب تيخرج بخاطرو راضي تفاهم هو وياه، يعني المسائل اللي دازت فيها في الاول يعني حتى انا عطاتني واحد الثقه كبيره باش يعني اللاعبين كاع اللي جبنا ولا لاعب يعني كان هذاك سوء تفاهم ولا ما تفاهمناش على العقد ولا هذه النقطه اللي ملاش بدو جواد الموضوع وبغيت نطرق لها. بطبيعه الحال انا بغيت نقول جواد زعما راكم تخدموا في الاداري، ولكن دائما الواجهه هو التقني. الى مشى التقني كيمشي مع الاداري، الا كانت النتائج ما كايناش راه واخا ما عرفتش كدير في ديك الاداره. اكيد 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 هذه مساله عاديه غير في اطار الدعابه. نزيد ناكد الكلام اللي قال السي مديحي، انا بدوري دخلت عند السيد الرئيس يعني في اطار ما نقولش مفاوضات، ولكن في اطار نقاش ديال هذاك خرجت مباشره مقتنع بالعوده الى فريق المغرب الفاسي. عندها مساله عاديه وما شاء الله عليه والله. دونك هذه مساله الاولى، مساله ديال 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 الاهداف. ملي كيكون ملي كتكون لا كريز، ملي كتكون واحد 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 الازمه، من لازم نديروا واحد مخطط العمل. هذا المخطط هذه مساله معروفه في المانجمنت. هذا المخطط العمل خصو يرتكز على واحد المجموعه الامور اللي غادي اللي كل واحد غيشتغل على على المساله ديالو. المساله الاولويه اللي كانت هي المساله التقنيه، لان المساله التقنيه كان من اللازم اعطاء واحد الدم جديد للفريق واضفاء واحد النوع من التوازن على الخطوط الفريق. وهذه كنظن مساله توفق فيها الحمد لله سي مديحي وبطبيعه الحال مع السيد الرئيس. موازاه مع ذلك كاين واحد العمل ديال اداري ومالي غادي اكيد نتكلموا عليه من وصلوا للشق المالي. يعني شفنا على مديحي باقي ما طلعش الرئيس جيدو وكيتكلموا على مديحي في الماس. من بعد شفنا مديحي دار لقيتي بعدا فرقه اللي فيها ديجا الدراري ربحوا الكاس سميات، ولكن الدراري اللي كان عندهم مشاكل ماديه في السنتين الاخرى ما خلاتهمش انهم حقوا. كيفاش تعاملتي مع هذه الوضعيه هذه وكيفاش كان لو ريكروتمون؟ واش مديحي 100% هو كاع الانتدابات اللي شرف عليها؟ شوف اولا نشكر الرئيس لان يعني سبق وصرحت بها في عده منابر بان الجامي كل واحد تنعطي حق الجامي. واش تعاملت مع شي رئيس بحال سي مروان البناني؟ لانه ولا مره يعني دخل ليا مثلا انا تنعرفوا سي عزيز هذا كاين انا رؤساء اخرين كيدخلهم. لا شوف ماشي لا انا نقول لك لا انا نشرح لك كيفاش باش حتى الناس تفهمنا. كاين بارفوا تتقترح لاعب تتنوض عليه القيامه. انا نقول لك باش ندوي معاك باللغه ديال اللاعب واحد اللاعب ويدي تاعي طارق الدروري ضرب علينا دويره طلع علينا كيتفقد الاحوال. كاين بعض المرات ملي تجيب لاعب كاينين رغم ان ملي تريح مثلا مع اعضاء المكتب تيكون واحد يعني شيء ما رغم ان تيكون في ذاك الوقت القبول ديالو، ولكن في الخفاء
كاين بان تيوليون هذوك الناس مدخلين لك الشك راسك واش مزيان شي واحد اخرين تيقول لك لا هذاك واش مزيان واش عندك ياك ما موعد ياك ما كذا ياك ما فهمتيني كما تنقولوا ما تتكونش هذيك الثقه ديال 100% وحنا هذه راه امانه علينا حنايا امام الله راه يعني ما يمكنش ملي تعطاك الامانه تخونها هذه راه معروفه على مديحي عكس سي مروان بناني اي لاعب تنقترحو تنجيبو كما قلت لك دابا تيدخل تيوقع بدون مناقشه تيقول لي تكل على الله تحمل المسؤوليه ديالك هذه من الاشياء اللي انا اعطتني واحد الثقه قبل ما نبدا بالنسبه اللي كنرجع بحكم بانني كنت في فريق الوداد الفاسي يعني كانت عندي درايه كبيره بفريق المغرب الفاسي دينا قسم واحد دينا وحده وكنا تقريبا بارفوا تندربوا في حسن الثاني في وقت واحد يعني بصراحه لعبت ضدهم خمس مقابلات يعني تنعرف دوك لي كاليتي ديال اللاعبين تنعرفهم يعني حق المعرفه هذه من الاشياء اللي سهلت عليا شويه الامور زياده على ذلك حتى اللاعبين اللي ريكريتينا جبناهم الحمد لله يعني الناس تتشهد لهم جميع اللاعبين قدموا مقابلات لا في مقابلات الاعداديه ولا في مقابلات رسميه كلهم لعبوا كلهم تنظن واحد اللي باقي ما لعبش جوج اللاعبين اللي هو عبد الصمد إيمعيش ولا عمر عطا الله هادو هما جوج اللاعبين اللي مازال لحد الان ما لعبوش عطا الله عاد كان راجع من لابليسير وتشوف تتعرف بان فريق اللي تيقدم مقابلات كبيره يعني نتيجة وأداء أكيد بأن مع مرور الوقت أي لاعب غتعطاه الفرصة لأن كما سبق وقلنا الأمانة فخصك تعطي كل واحد حقه شفنا جبنا لاعبين اللي رغم أن أنا اللي جبتهم ولكن تبين بأن أنا نرجع لك العدد والأسماء بالضبط تبين بأن كاينين اللاعبين اللي أبناء الفريق وباقي اسبوار باقي لهم هذه السنه اسبوار عندهم المكانه ديالهم فلا داعي لذكر بعض الاسماء اللي فسخنا العقد ديالهم لان ما يمكن ليش ندير ريكريتمون من اجل ريكريتمون بالعكس تنعطيو الاحقيه اللي يستحق سواء كان خارج مدينه فاس او الى انا غنجيب لاعب اللي تقريبا في نفس المستوى مع واحد اللي ولد الفرقه تنظن بان اللهم في ولد الفرقه اللي هو اللي تعطاه الاولويه. بطبيعه الحال لو ريكروتمون خصهم فلوس. وحنا عرفنا العام اللي فات الماتش سالات بمشاكل ماديه اللعابه شحال من مره كيديروا اضراب ويهدوا بالاضرابات. كيفاش كان تدبير هذه المرحله الجواد الفلوس؟ امكانيات اللي تحطات باش ان هذا البروجي يبدا لان بروجي خاصه مقومات. باش نكونوا صريح لا مع المستمعين الكرام ولا مع المحبين المغرب الفاسي ولا مع المكونات المغرب الفاسي الازمه باقا كاينه يعني الازمه بدايه انفراج الازمه العمل الكبير اللي دار اول حاجه بطبيعه الحال بعد المناقشه ديال اللاعبين والامور التقنيه مع السيد المدرب السيد الرئيس عمل على فسخ مجموعه من العقود ولا على مناقشه فسخ مجموعه من العقود ولا بغيت تفسخ او تناقش خاصك هذه مسألة جد مهمة إذا بهالطريقة تنقصت تقريبا تقلصت الديون واحد 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 شوية زيد على ذلك المناقشات العقود الجديدة يعني دارت وفق واحد مجموعة المعايير جد مهمة وجد معروفة الآن في العقود الجديدة وحتى هي بدورها قلصت الكتلة الأجرية بنسبة تقريبا واحد ال 50 حتى ال 45% 45 حتى ال 50% بالنسبه للاعبين وتقريبا 40% بالنسبه للكتله العامه الاجريه هذه حتى هي جد مهمه زيد على ذلك مجموعه المستشارين اللي مباشره بعد تولي السيد الرئيس مروان بناني يا اما ومشكورين المستشارين الاثنين الان ومعروفين اللي قاموا اولا بـ 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 يعني بالتنازل على ديون اللي كانت عندهم لصالح الفريق يعني لو اتكلم على المستشارين الاثنين زيد على ذلك توقعات عقود استشهار جديده شيء جد مهم باش بدات اضافه الى مجموعه ديال الناس يعني الناس ديال اعضاء المكتب المسير
لكل واحد ساهم واحد المساهمة اللي جعلت الفريق يوقف على رجليه مع البداية. هذه مسألة جد مهمة، ولكن هذا الشيء كامل وفق خطة عمل محددة اللي جعلت على أن الحمد لله اليوم الأجور ديال اللاعبين، أتكلم عن اللاعبين ماشي الأجور كاملة وماشي الأجور القديمة، أتكلم عن الأجور اللاعبين اللي حد الساعة كتخلص في وقتها ما هي إلا بداية. المنحة كذلك ديال المقابلة الأولى يعني تدفعات في الوقت ديالها ما هي إلا بداية، ما كنقولش بقى مجموعة المشاكل اللي غادي نطرق لها، كذلك باقي مجموعه ديال الديون القديمه ديال اللاعبين اللي توضع واحد المخطط ديال الجدوله ديالها، باقي مجموعه ديال الديون ديال الطاقم التقني. ولكن كنشكر بهذه المناسبه الناس اللي تفهموا الوضعيه، لان ملي كنقول اليوم سي مديحي احسن عوانو لان معاه في الطاقم التقني هناك مجموعه ديال الناس اللي عندهم ديون. ضيف على ذلك كاين اللاعبين اللي عندهم ديون، كاين لاعبين اللي مفهمين الوضعيه، وكاين لاعبين دابا اللي كيربحوا الماتشات، راه ثلاثه الماتشات اكيد لي بريم هما الحافز كنعرفوا عند اللاعب. محمد انت كيفاش تعاملتي مع النقطه هذه؟ لان مطالب انك تربح باش تحقق الهدف اللي هو الصعود، ولكن او ميم طون تربح خاص اللعابه ياخذوا لي سالير ديالهم، ياخذوا لي بريم ديالهم. ايوا باش نكون معك صريح، يعني سي مروان بناني بكل صراحه ولا الاخوان ديال الاعضاء المكتب المسير، يعني كاينه واحد الثقه ما بين اللاعبين وما بين جميع مكونات الفريق باش نكونوا واضحين، وكذلك الخطاب ديالنا دائما مع اللاعبين اكيد بان لما دخلنا في هذا المشروع الا خصنا شويه ديال التضحيات باش نكونوا واضحين. جميع دوك المشاكل راه تطرق لها سي جواد، اي فرق هي لك انت ثقه لي بريم غير تجمعوا غتاخذهم راه ممكن يصبر غير الا ما كاينش ثقه. الحمد لله يعني دابا لحد الان لعبنا ثلاث مقابلات كاين ديجا تخلصوا الدراري في واحد البريم، يعني كاينه وعود ان شاء الله في القريب العاجل غادي تخلصوا لي دو بريم اخرين، ولكن حنا تنعرفوا وتنامنوا لان ديجا حنا مرينا كلاعبين ولا كمدرب بان اللهم تسال اللهم فاش يكونوا نتائج حتى المكتب المسير كما تنقولوا تتعرف حنا كره القدم تينوضي قلب على الفلوس. الناس اللي عندها شويه ديال الشك تتولي تطمئن ويعني وتتعاون الفريق. حنا الشغل الشاغل ديالنا هو خصنا نحققوا نتائج بكل صراحه، وسي مروان بناني ولا الاخوان المكتب اللي مع اللي مسير جميعهم فاكيد بان كاين واحد الاشتغال على هذا الاساس باش ان شاء الله يدبروا المسائل الماديه باش ان شاء الله لان باش تبقى دائما تمشي الامور على احسن ما يرام. تنظن بان راه قبل ما نبداو بان دار عمل كبير، وما ننساوش بان حتى هاد اللاعبين مشكورين لان يعني ما بغيتش ندخل بعض المسائل اللي شويه بعيده عليا، ولكن هذوك اللاعبين لازم نشكرهم لان تقريبا الا جبنا نشوفوا لا منحه التوقيع يعني سيرتو منحه التوقيع تنظن بان الدوبل ديال هذا ديال 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 بارابور السنه الماضيه، فتنظن بان هذا عمل كبير. مشكورين عليه الاخوان، ولكن كما تنقولوا ملي تطريح معايا النهار الاول تتقنعني تنقنعك تندير واحد الوثيقه تتكون راضي عليها تنوقع اكيد بان راه ملي تدخل الملعب راك كما تنقولوا ما تخدم وانت مرتاح ما غاطيح حتى شي حاجه. نرجعوا للبريم ديال لي بريم، لان باش تصعد خاص يكون تحفيزات، والتحفيزات الماديه هي اللي كتخلي اللاعب المغربي يعطي. ناخذ فاصل اشهاري مستمعينا الكرام وراجعين معكم دائما برنامجكم بطوله كلوب ومع فريق المغرب فاسي. ما تنساوش هاي الاسئله ديالكم عندي غادي نسولها الضيوف ديالنا، ناخذ الفاصل ونرجعوا معكم. راديو مارس 100% سبور و موسيقى. الجولة الرابعة من البطولة الوطنية الاحترافية مباشرة على راديو مارس. يوسفية تبرشيد غادي يحل ضيف على الفتح الرباطي نهار الحد مع 8:30 ملعب الأمير مولاي الحسن بالرباط. الفتح الرباطي يوسفية تبرشيد مباشرة على راديو مارس. باش تفرج في عام ديال سبور مع لا ام دي جي اس. شارك شكون اللي غيربح الماتش؟ ريال مدريد ضد اتلتيكو مدريد. الا كانت ريال مدريد هي اللي غتربح صيفطوا واحد، الا كان تعادل صيفطوا جوج، والا كانت اتلتيكو مدريد هي اللي غتربح صيفطوا ثلاثه على الرقم 50 30.
ثمانين. ثمن SMS 6 درهم TTC. تابعوا كل غير بحماش على راديو مارس مع المغربية للألعاب والرياضة المساند الأول للرياضة الوطنية. Écotrail Sidiral. Premier événement alliant running et écologie à Casablanca. Venez vite vivre la passion du trail. Infos et inscriptions sur trailmaroc.com ou au 06 59 57 34 65. En partenariat avec Radio Mars. Sport et musique. تابعوا بطولة كلاب على راديو مارس مع المغربية للألعاب والرياضة. MDGS معا بروح رياضية. وي وي اللي ما تبومبا ماشي مصاوي. وي وي اللي ما تبومبا ماشي مغربي. اليوم راديو مارس في الحلقة مصاويين معكم حتى العشرة ونص غنتكلموا على الماس من خلال الضيوف اللي معنا المدير العام سي جواد بن كيران كذلك المدرب ديال فريق سي محمد مديحي وغادي يكون معنا بعد قليل رئيس الفريق مروان بناني. رجع عند جواد تكلمنا على مسألة ديال الثقة ومسألة ديال واحد التوني ديال الماس كان في الاستوديو جوج مرة شافهم جواد واحد جايبو بيدي انا واحد ديال زنيتي واحد ديال زنيتي وواحد مسيرين فيه الفرقي الدراري كاملين ديال الفرقة راه الفرقة الوحيدة اللي كنضيع عندنا التونيات ديالها انا الفرق يجيبوا التونيات ديالكم ذكريات جميلة ذكريات ديال ديك تريبليتي هذيك الثلاثيات التاريخية كيف قلت لك جواد تكلمنا بان ملي كتكون الهدف من الاول مرسوم هو الصعود وخاص يكون الميناء خاص يكون كل شيء فوق ديالو شنو لحد الساعة اللعابه سيرتو كنتكلموا على بريم سينيور هي اللي كتكون فيها واحد لاصوم كبيرة شنو واخدين شنو باكري دوز السي مديحي يتكلم على واحد المساله جد مهمه وكنشكر مره اخرى اللاعبين وكنشكر السيد الرئيس لان ملي تحدات الاهداف وتحدات كاين الثقه اللاعبين باش يجي ويوقع على واحد يعني ياخذ من حد توقيع ويعرف راسه في واحد الاطار غنقول معتدل والله الا برافو قسما بالله برافو لان هاد الناس واعيين من الاول على ان لوبجيكتيف برينسيبال هو الصعود اعاده الاعتبار المغرب الفاسي وكنقدر نقول لا كنحيي هاد اللعابه هادو لانهم ضحاو بالكثير خلال توقيع العقد هذه مساله كنتحمل المسؤوليه ديالها والعمل الكبير اللي قام به السيد الرئيس لان مجموعه ديال يعني اون باراليل مع الفسخ المجموعه ديال العقود مع جدولات مجموعه من الديون مع توقيع العقود الجديده تمت كذلك دفع مجموعه ديال المنح التوقيع مع البدايه الجزء من اللاعبين ماشي اللاعبين كاملين ولكن الان بصدد ايجاد حل كذلك اللاعبين الاخرين يعني كنقول برافو لان هاد الناس عارفين على ان الهدف الرئيسي ديالهم هو الصعود هو الالتفاف حول الفريق هو يعني الكل واعي وعنده الثقه لا في السيد الرئيس لا في المكتب ديالو
ونقطة القوة ديال 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 المغرب الفاسي اليوم وديال المكتب المغرب الفاسي اليوم هو التجانس والالتحام بين كل أعضاء المكتب بدون استثناء. هذه مسألة جد جد مهمة واللي يمكن السيد الرئيس يتكلم عليها بشكل بالفعل. معنا مباشرة عبر الهاتف سي مروان بناني رئيس فريق المغرب الفاسي. سي مروان مرحبا بك معنا في برنامج بطولة كلوب. أهلا وسهلا ومرحبا سي مروان. أكيد العودة من جديد الجماهير ديال فريق المغرب الفاسي كتعقد واحد الأمل كبير باش رجع الفريق. غير عندي تساؤل ديال الجمهور بعدا نقدموا لك التعازي نجدوا لك التعازي ديالنا في الوفاة ديال العم ديالك إنا لله وإنا إليه راجعون. كما قلت الجمهور قالك من الغياب ديال الرئيس وباغي يطمئنوا على الصحة ديالو. فعلا كان عندي جي ان بروبليم دو سانتي وي صافي كان مو براتيكمون و 25 جو اللي يعني الصحه شويه بعدا خصني ندير عمليه جراحيه ان شاء الله بحول الله في ديسمبر. مي نتبعهم ديجا نتبعهم وانا دائما في اتصال مع اللاعبين ديالي مع الانترينور ديالنا السيد المديحي مع الازوان مع الكابيتان ديكيب مع سي بن كيران مع الكوميتي ديالي ديما في اتصال هاتفي معاهم. وانا السمين درنيات حاولت نطلع باش زعما نشجع اللاعبين ديالي وطلعت افكتيمون لمدينه مراكش وخا تكرفت فيها والغوتور مشيت للكلينيك ديريكت الغوتور من طوبيلتي للكلينيك صافي. ولكن الحمد لله اللاعبين مسكورين في هذا الهدف تقاتلوا مع 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 فريق بلغريد وحققنا نتيجه ايجابيه وهذا هي البدايه بحيث يقولوا هذه البدايه ومازال بيان سور. عندي ميساج هنا قال لك الجمهور باغي يشوف رئيس في الديربي واش غادي تكون حاضر؟ جيسبيغ. انا صافي تقريبا صعب ما اشتغلت في الشغل ديالي ما انا في الفراش. جو في ريبوند مون ترافاي ان شاء الله بحول الله نهار اثنين هذا الاسبوع القادم ان شاء الله اذا كتب سيدي ربي. ان جو في ريبوند مون ترافاي وهو نطلبوا من الله باش نكون صحه جيده باش نكون في المقابله. انا ما كرهتش نكون اي مقابله معاهم واي مقابله مع ولادي صافي زعما اي ما كرهتش شيء ولكن الله غالب صافي زعما الله غالب صحتي ما تسمحليش. طبيعة الصحة هي الاولى انا نخرج انا اللي سميتو الله زعما قلت لك الله عالم كومون جو سوي. دابا مشيت انا بدا الكناز يخرج باش نهضر معاكم. جيب العكاز ديالي وتلمسي ما تقدرش نتحرك زعما ما تتحركش مزيان وان شاء الله ان شاء الله نطلبوا لك الشفاء ان شاء الله وترجع وتكون حاضر في الماتشات. سؤال تيقول لي الان تقريبا من الصيف لهنا واش 4 شهور ولا على تولي رئاسه المغرب الفاسي قال لك واش نقدروا نقولوا ان الماس غادرت غرفه الانعاش؟ لا خوف على الماس دابا؟ لا 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 ما نقولوش لا خوف على الماس. اولا المغرب الفاسي خديناها خصو يعرف الجميع بان خديناها اون فايت ما نبقاش نقولوا بان كاين عروض بعض اللاعبين اللي سمعناها في لاسومبلي جينيرال هادشي كذب اول حاجه. ثاني حاجه كانوا دات مهمين لي الحمد لله الرئيس ديالو بالمكونات اللي معاه الكوميتي اللي معاه حاولوا يدفعوا طبعا دير حاولنا اون ريغل كيكو بروبليم طبعا دير لو بروبليم الحمد لله بعد حيدنا واحد 30-40% تحيدات مع شفنا مع السيد المدرب السيد المديحي لي ريزياسيون اللي ما بغاش لي جوار اللي ما بغاش لي سو كونطرا اللي ما بغاهمش هو سي المدرب اللي حاولنا نترانزو مع لي جوار وفسخنا معاهم العقود ديالهم. حنا كاين لاعبين اللي كانت العقود ديالهم منتهيه وكان كان دي سولد عندهم دي مونطون اللي خصهم هذا ودوزنا على 100 ونجحنا. كاين عقود اللي تنسكرهم بهذا المنبر هذا تنسكر بعض اللاعبين اللي كان عندهم عقود مع فريق المغرب الفاسي بثمن
ومع سيزار مع المدرب صافا دير هو اللي بغى هاد لي زوال هادو وخفضنا لهم لي بريم سينياتور ديالهم اللي باقي موجودين معانا كانوا العام اللي فات ياخذوا ياخذوا ان بري ان مونطون وخفضنا لهم لي بريم سينياتور وقبلوا سكورين حيت عارفين هاد المهمه هادي هذا المهمه خصو يلعب الجامعه مهمه صعبه ماشي سهله بس حيت تلعب اون بريمير ديفيزيون سي بلو فاسيل كنت تلعب دوزيام ديفيزيون اللي حنا حتى الا بغيت تجيب مستشهرين ما كيتيقوش فرقه ديال القزم الثاني لما ما كيشوفها حد في التلفازه دابا شوف الحمد لله عندنا علاقات كاين بعض المستشهرين اللي داروا فينا الثقه مشكورين وداروا معنا عقود الحمد لله ودفعوا لنا زعما ماشي داروا معنا عقود هكذاك وزعما عطانا الشيكات ديالهم زعما هما عاونونا في هذه المهمه حتى هذه المهمه ديال الفريق المغرب الفاسي انا كي قلت لك الاول مهمه صعبه ماشي سهله بالطبع داكور مهمه صعبه وحنا عارفين بان مهمه صعبه وعطينا راسنا مع اتصال مع هذه المجموعه اللي حاضره دابا هذا المكتب المسير اللي معانا واتفقنا في الاول والحمد لله درنا بدايه جيده يكون عندنا بعض المشاكل في المستقبل سيسوركم كوم تو لي كلوب فهمتي كاين المشاكل مي الحمد لله اللي زوار ثقوا فينا وسورتو اللي خصو يعرف الجميع هو كاين دي جوار اللي حلفوا بمانهم ما يرجعوا للمغرب الفاسي ولا يسكنوا في المغرب الفاسي ومني جا الرئيس وهذا المكتب الجديد ثقوا في هذه الفرقه وثقوا في الرئيس ديالها والمكتب ديالها وسيناو معنا الكونترا ديالهم حيت كانت المغرب الفاسي تيعرف الجميع وكنت تيعرف الراي العام عارف كي كانت المغرب الفاسي نعم ما كانش عندها امكانيات فهمتني ما كانش امكانيات كاين واحد الصفقه السي مروان من المكتب اللي فات وهو كيعول عليها باش يحيد بها ويحل بها مشاكل ديالو الماليه واللي لحد الساعه مازال ما عرفناش فين وصلت الصفقه ديال اشرف بن الشرقي اللاعب اللي انتقل الوداد من الوداد مشى للهلال السعودي. هذه القضيه ديال اشرف بن الشرقي هذه قضيه سويس ما علاش اول حاجه السيد الرئيس ديال نادي الوداد الرياض البيضاوي هذاك الصديق ديالي هذه 15 سنه قبل ما ندخلوا لا وداد ولا ما قبل ما يدخل لا هو ولا انا داكور هذا كل شيء تيعرف بان عندنا علاقات بانا وياه مزيانه سي بور سا دابا الضغوطات عليا انا داكور علاش انا تيقول لك اسيدي انت دابا لا بليبار دو كوميتي حيت انا جلست مع سي نصير بكل صراحه انا نجي معكم بصراحه جلست معه جلست معه انا شخصيا واتفقنا وصافي حطينا باش نديرو انا غوزمون انا ميا بلا 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 فيدراسيون بلا طاس بلا هذا داكور فضينا مالوغوزمون فضينا تفويا ولكن فعليا باقي ما فضيناش نحاول نتصل به هو الله يحسن عوانه حتى هو ما سميتو مي انا عندي ضغوطات فيزافي الكوميتي ديالي فيزافي الجمهور ديالي فيزافي ديال المحبين ديال الفريق عندي ضغوطات اللي ما تصورش انت ما غيرحموكش اللعابه نهار غيخصهم لي سالير ولا يخصهم لي بري شحال تارونجيتو تقريبا في لاميابل شحال اتفقتوا على المبلغ؟ لا ما نقولكش المبلغ بيني وبين الرئيس ديال الفريق الوداد قول لينا راه حتى الناس ديال الفاس هما اللي تيسولوا لا حتى الناس ديال هذا حنا دوزناها في المكتب انا ما ناخذش قرار دوز مع قرار متفقين ولكن دوزتها في المكتب والمكتب صدق عليها ومن الاحسن زعما مثلا ما نخرجش مع الوداد عاد الوداد الوداد بحال اللي قلت دوزيام ماتش وبكل صراحه فهمتيني الناس المحبين ديال المغرب الفاسي عندهم فرق الثاني ديالهم الوداد زعما الاغلبيه من القديم زعما ما ندخل الاغلبيه وهادشي معروف زعما ماشي ما نكذبوش على عباد الله هادشي معروف حنا تنحاولوا هاد الاسبوع هذا هو الاتصال الاخير زعما نحاول مع السي النصيري نحاول تلقى المدرب وتهنى من الصداع ديال المدرب انا الامور تخرج من الميديا والمكتب يقرر اللي بغا واخا كانت وعود ديال السلطات المحليه وعود انهم باش يدعموا الفريق واش تفعلت شي حاجه على الارض الواقع ولا مازال؟ وحقيقه ما كاين والو والو الحقيقه هو هذا كاين وعود
وعود. وانا الدورة عندهم في الميزانية في شهر 10 البداية. شو واش يخرجوا لكم شي حاجة؟ سولتيني سؤال الجو. وعود باقا وعود. شي حاجة قبطناها فقبطناها سعيد. السيد العمدة استقبلنا مسكور. وعدنا تعوى إن شاء الله في في في, في المستقبل. في المستقبل جوستيك سيد العمدة يدير الماكسيموم ديالو باش يحاول يعاون، واخا ما يعاونش ماديا يعاون بأسطول يقدر يجيب سبونسور.